واعي، انا عايز الطالب يبقى في امان، لان كتير من ابنائنا كتير جدا هيحصلون على الدرجة النهائية في امتحان الغد في النحو، لان هو النحو جاي بسيط جدا بس في بلغة تكة الامتحانات، تكته خفيفة تكة تكة من تكة مجمل الامتحانات اللي جت قبل كده يا استاذ صلاح اللي احنا بس هو حليناه. بس احنا اتفضل. بس هو دايما المصح يعني وضع الامتحان بيحب يجيب حاجة جديدة، واحنا بس الحاجة الجديدة اكيد هنكون راجعناها، يعني حاجة جديدة ما جاتش في خلال السنين اللي فاتت، مش معنى كده ان احنا ما قلناهاش، لا ان شاء الله مش هتلاقي حاجة احنا ما قلناهاش او خارج نطاق أنا الكلام عايز يعني. أقول لأبنائنا طلاب الثانوية العامة، نعم إحنا أجبنا على الامتحانات التي جاءت في نماذج الوزارة العام الماضي، والعام الماضي وعام وأجبنا امتحان مايو أغسطس، وأجبنا النماذج الاسترشادية الثلاثة. امتحان النحو مش هيخرج منهم، وكمان يعني مش منهم، مش قطعة، عشان في بعض الطلاب يقولوا لي لا ايه مش هنجيب القطعة. دكتور رضا حجازي قال ان الامتحان مش هيخرج عن النماذج دي، هنقعد نحلها. اقول له مش هيجي بنفس يعني السؤال مش هيجي هو يعني، انت لازم برضو يكون عندنا قدر من مش على هيجي نفس سؤال. الوتيرة يا ايوه أستاذ نفس صلاح. الفكر نفس الوتيره نفس الطريقه نفس الفكره، انما يعني مش هجيب لي نفس الامتحان يعني، هو نعم. كده خلينا واقعيين يعني، خلينا واقعيين مش هجيب لي نفس الامتحان. لكن في النحو احنا ركزنا على حاجات كتير، وخلال اليوم النهارده طول النهار ركزنا على حاجات كتير وجبنا مهارات لغويه كتير، ان شاء الله هتلاقي يعني حاجات كتير جدا منها، وكمان من الحاجات اللي احنا قلنا صحح الخطا. بس انا عايز اقول حاجه استاذ محسن، السنه اللي فاتت في مثل هذا اليوم من العام السابق قال الامتحان في المتناول والامتحان جه في المتناول الحمد لله رب العالمين، وقلنا السنه اللي فاتت في اخر يعني في مثل هذا اليوم قلنا على بعض الحاجات والحمد لله لقيناها يعني بالنص موجوده، فان شاء الله يعني زي ما بنقول يعني ان شاء الله باذن الله امتحان في المتناول وباذن الله حتكون